خرشبيبه مع صلاح الدين السكوحي. أكيد كل واحد فينا كتصير له مشكلة ولا تقلقوا حاجة ولا يفلقت دي ما عنده شكون يمشي يحكي له يشكي له يحاول يلقى حل ولا يسمع صوت آخر ولا مثلا يمشي لعندي ما نقول لك صفي قلبك سرك في بير وقتها تنسوا كل معاك ويسمعوا فيك ويبدأوا يتناقشوا ما يضحكوش جملة روا دي ما يحاول يلقى لك حل. أما هل التونسي صريح؟ هل التونسي عنده لشكون يحكي من أساسه؟ عنده ثقة في الناس اللي دايرة بيه باش يحكي لهم؟ هذا هو سؤال فقرة شباب اليوم. ونبدأ مع منى. عندك لشكون تحكي همومك ومشاكلك؟ ما عنديش لشكون نحكي الحقيقة، خاطر اللي باش نحكي له باش نحيره، فهمت؟ كيفاش نحكي لصحابي باش يضحكوا عليا، مهما يكون باش يضحكوا عليا، باش نحكي لدارنا باش يتحيروا. ما أنا باش صحابك سمعني كما يضحكوش عليك، لازم منه شيء هذاك. أما ياريت تتاقف حد إنه ما يضحكوا عليك ولا مشاكلك كي تصير عركة بيناتكم والأمور تفسد مشكلتك تولي على كل لسان على كل لسان من الاثنين الجمعة من 4 ل 6 ونص مع أبو بكر براكش نحاولوا برافيتوي ولا سهلة برش أحكي لأصحابك ولا مثلا نعرفش أنا هز تليفون وكلم مثلا صندوق عجب 71 113 13. أما كل ما تيكد اللي هما ما عندهمش انستغرام معناها كي تحكي لهم خاطر هكاك يتحل عليك اللايف واش يسكروا. أما فما حل آخر، امشي طبيب نفسي يسمعك وما يحكمش عليك ويعاونك باش تلقى حل وترتاح. ترى هات نشوف محمد مثلا تمشي لطبيب نفسي ولا عندك مشكلة هكاية تخليك تمشي؟ كنت عادة مثال من قدام قهوة ونحس قهوة معبية حس العباد كلهم مركزين معايا هم مش مركزين معايا فهمتني في حومة شعبية مثال مجيت باش نمشي من بعد مشيتش حبيت نمشي لطبيب نفسي من بعد مشيتش حبيت نمشي لطبيب نفسي نقول له اني كنت عادة من قدام بلاصة معبية ولا نمشي العرس ولا نمشي الحاجة نشوف برشا عباد نحسهم مركزين معايا بلغتنا احنا مش يضحكوا عليا. هو شوف انا مانيش طبيبة اما نحب ناكد لك اللي انت جوك به وما تعاني من حتى مشكلة. هو يجي منه تتعدى قدام قهوة سمحني ما يعملوكش نظرة شاملة على كل تفاصيلك وبدأوا يتوقعوا في عمرك مجاني خدمتك فلوسك وما لذا ما تاب معناه من التنبير. هو العادي رغم انهم يغزروك الكيكة رغم ما تحيرش معناه احنا التوازة ياسر ركزوا في بعضهم معناه هو ذيك اهتمام راهو ماهوش حاجة أخرى. أما بالنسبة للعروسات عادي يغزرولك خاطر لازم يثبتوا أنت من تالي العريس ولا من تالي العروس لازم هكاك. نختم معي شامل شكون ترى تحكي مشاكلك أنت؟ شكون نحكيها؟ والله يا راس خويا شو نقول لك ولا محالة ما صارتش أما نتصور يعني نتصور عندي هكا صاحبي يمكن شي هكا بورتون ماني ما نحكيش برشا يعني هذا سبحان الله هكا كي جبتي نحكيها يمكن صاحبي هكا نحكيها نحاول نتأقلم مع المشاكل اللي بطبيعتها فهمت نحاول باش نحلها وحدي هكاك اوتوماتيكمون فهمت يعني نحاول وحدي وكاو. هو الاعتماد على الذات راهو مهمة وحاجة مزيانة أما راهو فما مشاكل هكا تنجم تستحق فيها مثلا بار اكزامبل فور اكزامبل هكا جاتني الفكرة محامي ما يمكن هكاك خير مشاكل كل وحدك. أما أكيد زاد راك تحكي لشكون معناها بعض مش المحامين راهو تلقى مشكلة تخسر قضيك الكل ماذا تو هشام ماذا معناها أكيد راهو عتوحل معناها تستحق تحكي لشكون نولي هيك ساعه يمكن نشوف مثلا كيما نقولوا احنا اذا كان مشكله كيما نقولوا احنا عائليه نولي نتلجئ مثلا البابا ربي يفضله لي ولا الخويا ولا فهمت اذا كان مشكله كيما نقولوا احنا تابع الخدمه نولي نهرب شويه مثلا نمشي لواحد من الاصحاب من الاحباب. هو لو ديما الواحد كي تبدا عنده مشكله في الخدمه يحكيها لصاحبه ولا لاي حد اما عمره ما يمشي يحكيها مع المعني بالامر اللي هو عارفه. ما فهمتش علاش في مشاكل الخدمه تخافوا من عروف فيتكم ما وصرحوهم وحلوا المشكله هاو انا مثلا ما نخافش من عارفي نقدروا برك هو القدر والخوف راه مش كيف كيف اما نلاحظ معناه هشام اللي انت ما عندكش حتى تعطي فيه ثقه كامله باش تحكي له ولا حاجه من يمكن تستحق طبيب نفسي او يعاونك على الاخر هكا يسمعك لا تعرفك لا تعرفه يخدم في خدمته. اللهم اللهم نمشي فهمتي ولا في صنيه وحدي لقاوني نحكي وحدي في الشارع يهزوني هما لطبيب نفساني اما انا باش نمشي لطبيب نفساني صعيب ياسر يمكن ثقافه نتاع كيما نقولوا احنا من الصغرى ثقافه نتاع مثلا ماشي مخاخنا نتاع بسيكوبات ولا فهمت ولا ماشي مخاخنا معناه ثقافة البسيكوبات شعب عنده حتى ثقافة البسيكوبات وماشي مخاخنا الحكاية بالحق معناه هو معناه مع تقدم الأشهر معناه برامو كلنا مش مشو نحكي وحدنا في الشارع هو لو تنجم تمشي في الشارع وتحكي وحدك وما يفيق بك حد يلبس ماسك أخي لازم معناه تمشي كيكة أما أنا مش لازم تكون تحكي وحدك في الشارع باش تمشي تبيب نفسي وتحكي له مشاكلك فما حاجات أقل برش ولو كلمة مهبول فمش منها راه يمشي وعيش حياتك وجوك به خيلك من عندي ما نقول لك ومش تقدم.